في المصح كان هناك شخصا يجلس وحيدا. اعتقد الأطباء بأنه بدأ يستجيب للعلاج، وظنوا بأنه لم يعد مجنون. اقترب أحدهم إليه في تمام الساعة 12 وسأله: كم الساعة الآن؟ أجاب دون أن يلتفت إليه: الساعة هي 12. تفاجأ الطبيب واندهش، وفي اليوم التالي وأيضا 12 سأله نفس السؤال، أجاب: الساعة هي 12. فرح الأطباء كثيرا، وفي اليوم التالي وفي تمام 4 فجرا سأله: كم الساعة الآن؟ أجاب قائلا: الساعة 12. منذ آخر حديث بيننا ولم ينتهي، أنت تزعجنا منذ 3 أيام وما زالت 12. دعنا وشأننا، أرجوك لا أريد أن أفقد تركيزي بغيرها. 12 منتصف الليل كانت آخر محادثة بيننا.